أهلا بكم إلى هذه الجولة عبر صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم، والتي نبدأها بجريدة العلم التي قالت بأن نزار بركة وزير التجهيز والماء أعلن عن إعطاء انطلاقة إنجاز 11 سدا كبيرا بسعة 4.25 مليار متر مكعب في السنة، وبكلفة إجمالية تبلغ 15.5 مليار درهم، وذلك من أصل 20 سدا مبرمجا. ويستهدف تنفيذ هذا البرنامج التجهيزي الكبير تأمين الحماية المائية لعدة مناطق من المملكة. إلى يومية اليوم المغربي التي أفادت بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكدت أن المغرب يواصل الاستثمار في رعاية مرضى السكري والوقاية منه، والعمل على ضمان حصول كل شخص مصاب بداء السكري على الرعاية التي يحتاج إليها. الختام بجريدة رسالة الأمة التي كتبت بأن تقريرا صدر عن معهد التعليم الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية أظهر أن المغاربة تحتل المرتبة الأولى على مستوى منطقة شمال إفريقيا في قائمة أكثر الطلبة الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية. تفاصيل أكثر تجدونها على صفحات الجريدة.